بسم الله الرحمن الرحيم. جريد 6، اهلا بيكم. نبدا بقى ليسون 4، درس جديد استكمالا لموضوع السيلز. وده بيقول comparing plant and animal cell. comparing يعني المقارنه ما بين الانيمال والبلانت سيل. هنشوف بقى ايه الحاجات الموجوده في الانيمال سيل والموجوده في البلانت سيل، ونقارن مين موجود هنا مين مش موجود هنا. طب ده موجود ليه؟ يبقى هنا الليسون ده بيتكلم على ان افهم كويس الاورجنال بتاعت الانيمال سيل وكذلك بتاعت البلانت سيل. نمبر 1 بيقول the animal cell is surrounded by cell wall. the animal cell is surrounded by cell wall. طبعا الجملة يا جماعة فولس، السيل وول دي تخص فقط البلانت سيل، لكن الانيمال سيل ما عندها السيل وول. الانيمال سيل عندها حاجة واحدة بس اللي هي خارجية، ودي كنترول سبستانسز انتر اور ليف ذا سيل، ودي اللي سميناها السيل ممبرين او البلازما ممبرين. نمبر 2، there are common parts between animal cell and plant cell. طبعا وكلمة common هنا بمعنى مشترك، ففي حاجات فعلا مشتركه، حاجات موجوده في البلانت سيل وموجوده بالفعل كمان في الانيمال سيل. نمسك مع بعض كده هذا الاكتيفيتي اللي بيعمل كومبير ما بين الانيمال والبلانت سيل. مبدئيا هنتكلم عن البلانت سيل، في حاجات تخص البلانت سيل فقط، ودي عباره عن اورجنالز فاوند ان بلانت سيل نوت فاوند ان انيمال سيل. مثلا السيل وول اللي احنا قلنا قبل كده ان هو surround the plant cell from outside، وده قلنا مكون من ماده اسمها السيليلوز. يبقى السيليلوز ده هو عباره عن السبستانسز اللي formed السيل وول. كمان عندي حاجه اسمها كلوروبلاستس، ودي تعتبر المين فانكشن بتاعتها absorb sunlight and change it energy to allow the plant cell انها تعمل فوتوسينثيز بروسيس. ده الكلوروبلاستس، وداخل الكلوروبلاستس في الكلوروفيل. دي جديده علينا بقى، اول مره نشوفها، اسمها ساب فاكيول. ايه الساب فاكيول؟ تسمى الفجوه، ودي عباره عن فجوه عصاريه موجوده داخل البلانت سيل، وهي ايضا موجوده في الانيمال سيل، ولكن بتكون فجوه وان ساب لارج شويه في البلانت سيل، لكن بتكون اكتر من سمول وان في الانيمال سيل. تعال امسك واحد واحد من ده، ومهم جدا يا شباب لازم اعرف وظيفه كل اورجنال، جدا جدا مهمه. ده كله طبعا كي. نمبر 1 السيل وول، ات از ميد اوف اون سيلولوز، وده سراوند ذا بلانت سيل فروم اوت سايد. لكن لو قال لك سراوند ذا انيمال سيل يبقى البلازما ميمبرين. ات از قلنا خلاص مكون من السيلولوز. It is a rigid or hard external material that surrounds the cell membrane of the plant cell. معنى ايه الكلام ده؟ اولا rigid يعني حاجه صلبه قويه، يعني بتعمل support، بتعمل تدعيم، بتعمل protection حمايه، فهي تعتبر جزء خارجي صلب، وده محيط بالسيل ممبرين. زي ما قلت لك لو احنا مثلا مسكنا اي نوع بلانت سيل، هو المثل بلانت سيل وادي المثل بلانت سيل، اول حاجه من بره ده السيل وول، يليها الطبقه الثانيه ادي السيل ممبرين او البلازما ممبرين، فيعتبر السيل وول محيط بالسيل ممبرين، يبقى هو محيط بيه، يبقى السيل وول ده سراوند ذا سيل ممبرين. خليك معايا في الحته دي، يبقى معنى كده ان السيل وول ده محيط بالسيل ميمبرين. طب ايه الفانكشن بتاعته؟ الفانكشن بتاعته يا جماعه الاساسيه ان هو بيعمل اول حاجه سبورتس، يدعم. سبورتس يدعم البلانت سيل اند جيف ات ديفينيت شيب. خليك معايا في موضوع البلانت سيل والشيب. انا عندي كل ليفنج اورجانيزم عنده ديفينيت شيب، صح؟ الشكل الخاص بتاعه يا سيدي عارفين والله يا سيدي، ولكن الانيمال والهيومن عندهم بونز
البونز دي هي اللي بتدي البادي ديفينيت شيب. تمام، امال يا سير البلانت ليه شكله ثابت؟ البلانت ما عندوش بونز، البلانت ما عندوش بونز، ولكن السراوند الخارجي بتاع السيل عباره عن سيلوز، ودي بتديها شكل ثابت. حتى لما تجيب ورقه شجر بتاع نبات وتطبقها كده وتفردها نفس الشكل. مين اللي خلاها لها شكل ثابت؟ هو السيل وول. يبقى السيل وول ده له وظيفتين، سبورت اند جيف ذا بلانت سيل ا ديفينيت شيب. اتفضل يا محمد يا طارق. هو عنده نفس الفانكشن بتاع السيل ميمبرين صح؟ نو نو، السيل وول ده سبورت وجيف ذا بلانت سيل او ذا بلانت ديفينيت شيب، لكن موضوع الكنترول سبستانسز انتر اور ليف ذا سيل از ذا سيل نيدز، دي مسؤوليه البلازما ميمبرين. لكن السيل وول لا، ما عندوش الفانكشن ده، هو ممكن الماتيريال تعدي من السيل وول عادي لكن ما تعديش من السيل ميمبرين، فده له فانكشن وده له فانكشن. نيجي لتاني حاجه الكلوروبلاستس، وزي ما قلت لك ده يعتبر اساسي في امتصاص السان لايت اند ترانسبورت ات الى انرجي، وطبعا الاو ذا بلانت سيل ان هو يعمل كل الفوتو سينتيز بتاعته اللي هو يعني اساسي في بقاء النبات حيا. The other organelles ماشي that contain، شوف بقى هنا الكلوروبلاستس فيها يتضمنها tiny green granules، حبيبات صغيرة كده، يعني جوه الكلوروبلاستس في granules أو green granules اللي هي حبيبات خضراء، ودي هي بقى الكلوروفيل. These granules have a green color because they contain green pigments، كلمة pigments يعني صبغة، called chlorophyll. هذه الحبيبات اللي جزء من الكلوروبلاستس، يعني هذا الكلوروبلاستس يحتوي على جواه tiny green granules، ودي عبارة عن حبيبات خضراء، والحبيبات دي هي فيها بيجمنت اللي هي صبغة خضراء اللي هي الكلوروفيل. يبقى الكلوروفيل جزء من الكلوروبلاستس. ماشي، ايه بقى الفانكشن؟ خلاص الفانكشن معروفة، ما دام جواها كلوروفيل يبقى خلاص الفانكشن بتاعته معروفة. زي هاد اهو كلوروفيل يحتوي على الكلوروفيل اللي ماله، ها ذات ابزورب انرجي فروم ذا سان فور ذا بلانت تو ميك اتس اون فود ثرو الفوتوسينثيسيس بروسيس، وده مسؤول عن عمل الفوتوسينثيسيس بروسيس. تمام يا سير. ايه تاني؟ اخر حاجه الفاكيول، وزي ما قلت لك الفاكيول الفاكيول دي موجوده كبيره شويه في البلانت سيل. بلاحظ كده ان معظم اللي هي البيضه دي كلها، معظم البلانت سيل عباره عن فاكيول. طب ايه شغلتها؟ بتعمل ايه؟ تعال نشوف مع بعض كده. اول حاجه it is a large sac like organelle، يعني عضو كيسي يشبه الكيس. The plant cell has only one special big vacuole called sap vacuole، يعني هنا البلانت سيل فيها فاكيول واحده كبيره تسمى sap vacuole. الفانكشن it store nutrients، شوف بتخزن ايه بقى؟ nutrients water and wasted material inside the plant cell. يبقى كأنها عبارة عن مخزن بيتخزن فيه الحاجات اللي البلانت محتاجها او السيل محتاجها او مش محتاجاها. يعني بتخزن ايه؟ بتخزن nutrients محتاجينها، بتخزن الووتر محتاجينه، بتخزن حتى الويستس ماتيريال المواد الفضليه. يبقى الحاجات دي كلها كولكتد في السافاكيول، تتجمع فيها، وبعد ما تتجمع فيها تبدا بقى
هتشوف بقى هتخرجها بره السيل او هتبقى موجودة عندها هتحتاجها تاني، ويبدأ بقى الحوار بتاعك. يبقى هنا هذه البلانت سيل تحتوي على ساب فاكيول، ودي بيحصل فيها ستور تخزين لمين؟ للووتر، للنيوترينتس، للويست ماتيريال داخل هذه السيل. ده كده الحاجه. طبعا خدنا قبل كده السيشن اللي فات الكومبوننت اللي هي كومون موجوده هنا وهنا. يعني اخدنا السيشن اللي فات خدنا النيوكليوس، اخدنا كمان الجيولوجي ابتيوس، اخدنا السيل ميمبرين، اندوبلازميك ريتيريوم، اندوبلازميك ريتيكليوم، كل الحاجات دي اخدناها السيشن اللي فات، اللي هي تعتبر حاجات كومن موجوده هنا وهنا. اندوبلازميك ريتيكليوم، جيولوجي ابتيوس، نيوكليوس، وسيتوبلازم، وطبعا السيل ميمبرين. انما اللي خدناه النهارده الحاجات اللي بتتميز بيها البلانت سيل بس. طب يا ترى هل في حاجات خاصة بالانيمال سيل؟ تعال نشوف مع بعض كده. نوت فاكيولز ان انيمال، في الانيمال سيل يا جماعة مش فاكيول واحدة، لا ده في اكتر من فاكيول. بيقول ايه بقى؟ فاكيول في الانيمال سيل. The animal cell has many and small vacuoles. ملاحظ اهو، ملاحظ كل دي vacuoles صغيرة دي في الـ animal cell. طب وبعدين؟ الـ function بتاعتها في الـ animal they store barred nutrients, barred water and waste material inside the animal cell. يبقى الفارق هنا في حاجة واحدة بس، إن الـ animal cell عندها very أو ميني سمول فاكيولز، إنما البلانت سيل فيها وان ساب فاكيول، فجوة عصارية كبيرة. الفانكشن ذا سيم، نفس الفانكشن. نمبر 2، ذا انيمال سيل دازنت هاف ا سيل وول. الانيمال سيل ما عندهاش ايه؟ سيل وول. علشان كده يا جماعة الانيمال سيل ما عندهاش ديفينيت شيب. اسال سؤال وحد يرد عليه، جيف ريزون. بلانت سيل هاز ا ديفينيت شيب. مين يقول؟ ها، بلانت سيل هاز ا ديفينيت شيب. يبقى هنا الانيمال سيل ما عندها سيلول. البلانت زي ما قلنا من شويه وجاوبنا ان البلانت سيل هي الوحيده اللي عندها سيلول، وده اللي جيفز the plant cell a definite shape. Number 3. Animal has other structure. الـ animal عندها structure تاني. اسمه ايه يا سيدي؟ The keep the shape such as. بيحافظ على الشكل زي ايه؟ بعض الـ animal عندها bones. زي ما قلت لك من شوية. الإنسان عنده bones وده يديله definite shape. عندك مثلا الانيمالز، مش كل الانيمالز، انت عندك الانسكت زي ما قلت دلوقتي عندها سكيلز، يبقى البول ساتش از كاتس دوج بيرد، يعني كل الحيوانات اللي هي عندها بونز البونز بتديها ديفينيت شيب. في حيوانات تانية ما عندهاش بونز ولكن عندها هارد شيل لايك كفر، يعني عندها غطاء سميك كانه غطاء كده. مثلا حضرتك لما تبص على الخنفساء الحشرات، يعني الحشره من بره كده تحس انها جامده، هي مش جامده عشان عندها بونز، لا عندها غشاء كيتيني، وده عباره عن غشاء او طبقه صلبه نسبيا، ودي اللي بتحمي هذه الانسكتس. تمسك الحشره كده تلاقيها جامده، جامده مش عشان بونز، عشان عندها حاجه اسمها اكسوسكيلتون، وده عبارة عن غلاف خارجي هو اللي بيدي الانسكتس الديفينيت شيب ويعمل لها سبورت. ده يعتبر سكيلتون او اكس سكيلتون، يعني غشاء او هيكل خارجي. That gives their shapes such as insects. يبقى اللي بيخلي الانسكتس عندها ديفينيت شيب ليس البونز وليس اي حاجه زي السيل وول. امال ايه اللي بيخلي الانسكتس عندها ديفينيت شيب؟ بيكوز ات هاز اكسوسكيلتون،
اكسو سكيلتون، اكسو خارجي، سكيلتون هيكلي، اكسو سكيلتون هيكل خارجي. هذا الهيكل الخارجي هو اللي بيدي لهذا الانسكتس الديفينيت شيب. تمام. طيب كومبيرنج البلانت سيل بالانيمال سيل، زي ما قلت لك هتلاقي في حاجات كومن موجوده بينهم الاثنين، وحاجات تميز البلانت سيل وحاجات اخرى تميز الانيمال سيل. يبقى الكومون سيل ميمبرين، جولجي ابريتيوس، نيوكليوس، سيتوبلازم، اندوبلازميك ريتيكليوم، ثم ميتوكوندريا. انما الحاجات اللي تخص البلانت سيل اونلي سيل وول، كلوروبلاستس اللي تحتوي على الكلوروفيل، ثم وان بيج ساب فاكيول. بالنسبه للانيمال سيل عندها سمول او ميني سمول ساب فاكيول. اللي عنده اي سؤال في الجزء ده يا شباب يتفضل يقول قبل ما نقلب الصفحه. اتفضل. هنا يا جماعه في الصفحه دي بقى اللي هي بقى ايه كومبير بشكل واضح ولذيذ جدا، وطبعا دي يا جماعه ايه مش هقول لك بقى كيب، طبعا كيب جدا يعني. بيقول لي بقى اول حاجه السيل ميمبرين، طبعا هو بريزنت موجود في البلانت سيل، وطبعا نفس الكلام موجود في الانيمال سيل. يبقى هو بيقول لنا بيقارن ما بين الانيمال سيل والبلانت سيل في الكومبوننت بتاعته. ماشي يا زين. السيتوبلازم طبعا زي ما احنا عارفين موجود في البلانت سيل، موجود في الانيمال سيل. النيوكليوس موجوده في الاثنين. الميتوكوندريا موجوده في الاثنين. الجولجي ابريتيوس موجود في الاثنين. الاندوبلازميك ريتيكليوم موجود في الاثنين. يبقى الحاجات دي كده اسمها كومون في البلانت سيل والانيمال سيل لحد هنا. طيب الفاكيول طبعا في البلانت عندنا بس 1 بيج ساب فاكيول، في الانيمال ميني سمول فاكيولز. طب الكلوروبلاستس موجود في البلانت سيل مش موجود في الانيمال سيل، ابسنس. السيل وول في البلانت سيل مش موجود في الانيمال سيل برضه. فدي الكومبيرجن ما بين البلانت سيل اند انيمال سيل. سيل اورجانز انسايد ذا ميتوكوندريا، جيولوجي، ابريتيوس، اندوبلازميك ريتيكليوم، vacuoles and chloroplasts. يعني هنا السيل اورجانلز انكلود تشتمل على الحاجات دي كلها، دي كلها تعتبر اورجانلز عضيات من عضيات الخلايا. خلي بالك بقى من الاسئله ديت مهمه قوي، وطبعا تلاقيها موجوده عندك في جيف ريزون. animals can't make their own food، طبعا طبعا لان ما عندوش ده. الانيمالز ما عندوش الكلوروبلاستس اللي هو كان ابزورب السنلايت تو ميك اتس اون فود باي فوتوسينثيسيس بروسيس. انما البلانت سيل فيها كلوروبلاستس تحتوي على كلوروفيل المسؤول عن ابزوربنج سنلايت اند ميك الاون فود باي فوتوسينثيسيس. نمبر 2، انيمال سيل دازنت هاف ا ديفينيت شيب. الانيمال سيل ما عندهاش، اهو شوف ما عندهاش لان ما عندهاش سيل وول. طب البلانت سيل عندها لان عندها سيل وول. السيل وول هنا gives the plant cell definite shape and doesn't give the animal cell هذا الديفينيت شيب. بلانت اند انيمال سيل هاف ميني اوف ذا سيم اورجانلز، طبعا في اورجانلز كومون ما بين البلانت سيل والانيمال سيل اللي هي بقى عندناها من شويه. وهنا بيكوز الانيمال سيل ورك سيميلاري، بنفس الطريقه البلانت سيل بتعمل بيها. هذه الاورجانلز ورك ان بوث ذم سيميلاري، كلمه سيميلاري يعني بشكل متشابه، تو بروفايد ذا سيل اتس نيد. يبقى انا عندي اورجانل موجوده في الانيمال سيل ومتشابه لها في البلانت سيل، وهذه الاورجانلز هي اللي بتقوم بالفانكشن بتاعتها علشان ستيل ذا سيل سرفايف، عشان تبقى الخليه حيه. وبعدين تعمل ايه؟ بروفايد ذات ويز ايه؟ اتس نيد. يبقى الاورجن الموجوده في البلانت سيل والانيمال سيل ليه سيميلر؟ ليه موجوده في الاثنين؟ بيكوز ذا اورجانل ان بلانت سيل اند انيمال سيل
هي اللي provide the cell with the needed and make its function to make the cell survive. الأورجنالز شغالة مع بعضها، شغالة مع بعضها علشان تخلي هذه السيل سيرفايف، طبعا سواء بلانت سيل او انيمال سيل. ولكن بعض الاورجنز موجوده في البلانت سيل عشان فانكشن خاصه بالبلانت سيل، وطبعا دي مش موجوده في الانيمال سيل. زي قلنا ثلاث حاجات: سيل وول، كلوروبلاستس، ثم وان بيج ساب فاكيول. ايه الحته بتاعت ليسون 5 دي؟ ده بيتكلم على planning a cell city، كأن هيعمل مدينة وهيعبر عنها بالسيل، وهيكمبير ما بين المدينة والسيل زي ما انت شايف في التيبل ده. مثلا لو انا بصيت في السيل، طيب زي مثلا هنا النيوكليوس، النواة، بنعبر عنها بايه؟ بي السيل هول، اللي هي تعتبر وسط المدينه. بص يا جماعه، المدينه دي كده، المدينه ديت كل حاجه من دي تشبه حاجه هناك في السيل. تعال نشوف دي السيل، وادي اهو ده كده بيكبر منهم. بس تعال نشوف بقى ايه الحاجه المشابهه بينهم. مثلا نمسك اول حاجه السيل هول. السيل هول ده عباره عن ايه؟ مركز المدينه، كانه المركز الرئيسي في المدينه، فيبقى هو النيوكليس بتاعت السيل. طيب خش هنا على الفاكيول. الفاكيول دي تسمى ستور هاوس، اللي هو المحطه الصرف او البقايا والحاجات دي. فعلا الفاكيول بتعمل كده، بتخزن فيها كل الووتر والنيوترينتس حتى السبستانسز الويست ماتيريال، كلها بتتخزن في السافاكيوم. طيب جيولوجي ابريتيوس بوست اوفيس، ليه؟ لان هي اللي بتعمل كولكت الماتيريال وترانسبير ذا ماتيريال، ترانسبورتيشن اهو، ترانسبورت ذا ماتيريال بتوين ذا سيلز اند سايد ذا سيل، بتوين ذا سيلز اند اوت سايد ذا سيل، وبالتالي فلها دور الترانسبورتيشن زي بالظبط ساعة البريد او البوست اوفيس، مكتب البريد. الكلوروبلاستس قال لك فود فاكتوري، مصنع اغذيه. فعلا ما هو الكلوروبلاستس هي اللي هتاخد مين؟ اللي هتاخد السلايت وتخلي السلايت تبدا انها تتحول الى انرجي وتساعد في فورميشن اوف فود اللي هو الفوتوسنتسيس. طيب الميتوكوندريا قال لك الكتريك باور ستيشن، ما احنا قلنا الميتوكوندريا عباره عن باور هاوس، فكأنها هي المكان اللي بيتم فيه انتاج الطاقة في المدينة، يشابه لها الميتوكوندريا في السيل. اندوبلازميك ريتيكليوم، دي بقى تعتبر ايه اللي هي ايه، احنا قلنا يا جماعة بتعمل ايه؟ كأنهم عمال البناء، يعني العمال اللي هيبنوا، اللي هي كونستراكشن وركرز. ودي لان قلنا الاندوبلازميك ريتيكليوم كولكت البروتين، كولكت البروتين تو ميك نيو سيلز، تبني خلايا جديده او ريبير الدامج سيلز. فكان دي عباره عن عمال بناء، كونستراكشنز يعني بناء، عمال بناء هم اللي بيبنوا المدينه. فيبقى ده يشابه مين اللي بيبني في السيل؟ الاندوبلازميك روتيكيوم. السيل وول من بره، ستون وول سراوند ذا سيتي، كانه جدار حجري يحب السيل. بس لا ملوش دعوه يا جماعه بالدخول والخروج، اهو بصوا بقى ادي اللي له دعوه بالدخول والخروج، اللي هو الجارد، جاردس ات ذا سيتي جيتس، اللي هم حراس البوابه. دول بقى يعدوا زي ما قلت لك قبل كده، انا كنت بسميها بالجارد بتاع العماره او الايه؟ البوابه بتاعت المدينه. اي حد داخل مدينه محتاجينه يدخل، مش محتاجينه ما يدخلش.
فكأنها الجارد. فتلاحظ كل اورجينال من السيل يقابلها هنا في السيتي حاجه. يعني هنا لا، وتبص بقى تلاقي الانيمال سيل، شوف بقى بص، ما عندهاش السبورت جيت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ستون وول سراوند ذا سيتي، ما عندهاش الكلام ده، لان الانيمال سيل ما عندهاش سيل وول، ادي واحده. ملاحظ؟ ملاحظ ده مش موجود هنا، اللي هو الستور او الفاكتوري اوف فود فاكتوري، اللي هو مصنع الاغذيه. طبعا لان الانيمال سيل ما عندهاش كلوروبلاستس علشان تعمل ايه؟ علشان تكون الغذاء بتاعها الفود بروسس. طبعا هنا المفروض كمان المفروض الجيولوجي، طبعا الجيولوجي موجوده هنا، ما فيش بقى ايه ساب فاكيول. يعني هنا كان عندي ساب فاكيول وكانت كبيره، ساب فاكيول كبيره علشان تخزن. هنا بقى عندي في الانيمال سيل بعض المفروض يحط لها ايه 2 3 من الفاكيول دي، تعتبر نفس الفكره. فده كومبير ما بين البلانت سيل والانيمال سيل، وكومبير ما بين الفانكشن بتاعت كل سيل او كل اورجنال مع السيتي. يبقى السيتي فيها ايه؟ يشبه اللي في السيل. الله، ده انت كده يا سيل عملت السيل كسيستم كامل. ايوه، وده كان عنوان الكونسيبت بتاعنا، ونقول سيل از ا سيستم. السيل كانها سيستم كامل، لان يا جماعه كلمه سيستم زي ما قلت لك، كلمه سيستم تعني مجموعه من الكومبوننت ورك توجذر تو بيرفورم ا فانكشن. مجموعه من الكومبوننتس، المكونات تعمل مع بعضها عشان بيرفورم تؤدي وان فانكشن. فتلاحظ ان كل الاورجنالز داخل السيل كلها ورك توجذر، النهايه ايه؟ ان هي كيب ذا سيل سرفايف، بروفايد ذا سيل ويز اتس نيد تو سرفايف. فعلشان كده تعتبر كل هذه الاورجنالز از ا سيستم. There are two structures in plant cells that are not found in animal cells. عارفين طبعا هم فود 3 بس ماشي. الستون وول سراوند ذا سيتي اللي هو كان بيمثل هناك السيل وول بتاع البلانت سيل، مش موجود في الانيمال. ذا فود فاكتوري مصنع الاغذيه، وده ريبريزنتس الكلوروبلاستس، وده موجود في البلانت سيل مش موجود في الانيمال. فيعتبر ده حاجه تميز البلانت سيل عن الانيمال سيل.